اللي أنا شايفاه قدامي هذه الكوكبة الجميلة لفنانين من مختلف بلداننا العربية. برحب بأصحاب السمو والمعالي اللي مشرفينا الليلة، وبرحب بالحضور الكريم. أهلا وسهلا بيكم جميعا، وأهلا وسهلا بمشاهدينا عبر شاشات MBC 1، MBC مصر، MBC العراق، وسينك، وشاهد VIP. وبرحب بشريكي في تقديم الحفل الليلة، نجم كرة القدم السعودي كابتن ياسر القحطاني. أهلا بيك في بيتك. شكرا شكرا. أنا سعيد أكثر صراحة بمشاركتك يا نجمة الشاشة. تسلم لي. يعني من غير أي مجاملة صراحة. شكرا. وأنت لكن ما كنت أحس برهبة أو خوف. أنا أكون معكم صريحة يعني. لأن تواصلي معاهم كان من خلال الكورة والكورة فقط. لكن اليوم أنا قدامكم مباشرة. تواصلي معاكم مباشرة كذلك. شعور غريب. ما أدري هو رهبة. سعادة.